في أخبارنا الأخرى استشهد فجر الجمعة فلسطينياً وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل رابع بعد إصابته بالقرب من حاجز حوار العسكري جنوب نابلس وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن عماد أبو رشيد ذا السبعة والأربعين عاما أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأعلن عن استشهاد فيما أصيب اثنان آخران بجروح حرجة وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة عن استشهاد أحد المصابين وهو الشاب رمزي السامي زباره ذو الخمسه والثلاثين عاما متاثرا باصابته برصاصه في القلب